أرنوب اصدر لنا. هيا نتعلم كيف نرسم أشياء جميلة بهذا القلم. أرنوب الرسام. نرسم شكلا ونضيف لونا فيصبح حقيقة. هل هذا ممكن؟ أرنوب الرسام. ابدأ على مهل، إنه شيء سهل، بقلم وورقة هذا هو الحل. أرنوب الرسام. أرنوب ارسم لي الماموث. مرحبا أرنوب. مرحبا يا كوم. مرحبا يا أصدقاء. مرحبا بن. مرحبا. ما هذا؟ هل أنت بخير؟ أظن ذلك. أنا أنا اسمي يوكو، وهذا صديقي أرنوب. وأنت، ما هو اسمك؟ أنا اسمي، ما هو اسمي؟ لقد فقدت ذاكرتك. هذه هي، نعم، فقدت. ما هي؟ ذاكرتك. لكنها مشكلة، فأنا لا أتذكر من أكون. أنت من الأفيال. محال. أنا لا لا، أنت تمزحين. أين أنا؟ أنا أين؟ أين أنا؟ من أنا؟ يا أرنوب، إنه لا يتذكر أي شيء. ماذا علينا أن نفعل؟ ما هذا الشيء؟ إنه في مقدمة رأسي. نحن في حاجة إلى من يعيد ذاكرته. سيكون على معرفة به. سيكون واحدا من أسرته أو من أقاربه. ماذا يجري هنا؟ أتستطيع تذكر أحد أقاربه؟ نعم، هناك أحدهم. أحد أقاربه؟ وجدتها. أعرف من هو قريب الفيل. إنه الماموث. الماموث؟ يبي. أصدقائي، أتريدون رسم ماموث معنا؟ نعم. لأرسم الماموث أبدأ أولا بالرأس، فأرسم خطا منحنيا للجبهة، ثم أنزل لرسم الخرطوم، وفي نهايته أعود إلى الأعلى. وأين أذنه يا أرنوب؟ هنا يوكو. أرسم نصف دائرة ونصف دائرة أخرى هنا. وأنا سأرسم العينين الصغيرتين والفم. والآن سأرسم الظهر، وأرسم الأطراف بخط منحن. واحد، اثنان، وهذا خط من أجل البطن. ثلاثة، أربعة. بعدها أضيف بعض الأظافر في نهاية كل قدم. بعد ذلك أرسم ذيلها. هل انتهت؟ لا، يفتقد ما يجعله يبدو ماموثا حقيقيا. هل حذرتم ما ينقصه؟ نعم، الأنياب. بالتأكيد، الأنياب. إن له أنيابا جميلة. إذن سأرسم خطا منحنيا طويلا ذهابا وإيابا. رائع، أنا سأرسم الآخر بخط طويل منحل ذهابا وإيابا. وللماموث فرو طويل لكي يحميه من البرد، لذا سأرسم خطوطا على جانب الجسم. والآن يا أصدقاء، حان وقت تلوين. واو، فلفل، ألن تلقي التحية على قريبتك الأكبر منك؟ لكن أنا ما بك، أنا قريبتك الجميلة. قريبتك الذكية. ماذا؟ آسف، لا أتذكرك. يا له من أمر محزن، لم يتعرف إلي، مع أنني أهم فرد من أعضاء الأسرة. هل لي أي أقارب؟ لترسم ماموثا تبدأ برسم الرأس، فترسم خطا منحنيا من أجل الجبهة، ثم ترسم خرطوما في الأسفل. بعدها تعود إلى الأعلى بخط متعرج. ترسم نصفي دائرة على جانبي رأسه من أجل الأذنين، وتضيف نقطتين من أجل العينين وخطا للفم. وبعدها ترسم جسمه، تنزل بخط إلى الأسفل من أجل رسم أطرافه. واحد، اثنان، وهذا خط لرسم بطنه. ثلاثة، أربعة.
بعدها ترسم بعض الأظافر في نهاية كل قدم. والآن ترسم الذيل. بعدها ترسم له نابين طويلين ومنحنيين على كل جانب. فيما بعد ترسم بعض الخطوط على جسمه من أجل الفرو. وبعد أن تنتهي يمكنك أن تلونه كما تشاء. مرحبا، أنا اسمي مامو. مرحبا مامو، فقد صديقنا ذاكرته وهو لا يتذكر شيئا، أتساعده؟ بكل تأكيد. إن اسمك هو فلول وأنت ابن فالو وابن فيلو والده. لحظة، توقف، لن يتذكر كل هذا. يجب أن تتذكر يا فلول، فأنت من عائلة عريقة جدا. فلول؟ فلول؟ نعم، أنا اسمي فلول. فلول ابن فالو ابن فيلو الذي هو ابن توقف، وأنت يا مامو، ما صلة قرابتك بهذه الأسرة؟ الماموث كان يعيش على هذه الأرض لكنه انقرض منذ زمان، والآن لم يبقى من أقاربهم إلا الفيلة التي تعرفونها. ها؟ فلولة، أنت هنا أيضا؟ فلول، هذه هي قريبتك اللطيفة والجميلة. اللطيفة؟ إذا أردتم أن ترسموا ماموثاً فافعلوا. إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء يا أرنوب. إلى اللقاء يا أرنوب.